السياسة التمييزية الإسرائيلية الممنهجة في النقب تطال المواشي أيضاً، فالمزارع اليهودي له مساحات شاسعة لرعاية مواشيه، أما السكان العرب في النقب فأمامهم مضايقات كثيرة. لنتابع. في النقب هناك عشرات آلاف الدنومات التي تكفي للمزارعين العرب واليهود، ولكن سياسة التمييز تقول أن للمزارع اليهودي هناك مزارع فردية، أما للمزارع العربي فهو يناضل حتى من أجل تربية المواشي. مؤخرا مع وزير الزراعة سيد ألون شوستر بمبادرة من النائب سيد الخرومي، وكان اللقاء يضم عدة شخصيات من النقب، وتفهم الوزير وبدأ يصغي لكل مطالبنا، وقدمنا أغلب المطالب الموجودة والتي تضايقنا كمزارعين قدمناها لوزير الزراعة، وبحضور مدير عام وزارة الزراعة في الجنوب عن طريق التلفزيون، يعني عن طريق عن بعد، فطرحت المشاكل على مسامع من الجميع، وتعهد الوزير بمتابعة هذه القضايا وفتح أيضا المراعي والاعتراف بالإبل كفرع زراعي لم يعترف به حتى اليوم. ونتأمل من الله سبحانه وتعالى أنه مطالبنا تنزل على أذان صاغية من قبل الوزير ومن قبل الحكومة بشكل عام، ونحن كان يعني إجحاف في حق المزارعين العرب في الجنوب لمدة سنين طويلة، نرجو من الله سبحانه وتعالى ونرجو من كل أعضاء الكنيسة سواء عرب أو يهود أن يساعدونا على أن نرد من هالمظالم ونعطي المزارع حرية الحركة في الساحة. لا شك ان في وزير اللي هو ابن النقب ومزارع وابن مشاف وكان رئيس مجلس في النقب الغربي ومتمسك ومتمكن في امور الزراعه، ولكن هذه الحكومه حكومه متعطله، يعني عدا عن وزير الزراعه جميع الوزراء نراهم لا يعملون وكانهم ينتظرون يوم الغد. الوزير كانت له جولات عده في شمال البلاد وفي الاغوار، ولكن لم يصل بصوره رسميه الى النقب والمزارعين البدو. طبعا المزارعين بدوا مشاكلهم جمة عدا عن المراعي، هناك مشاكل في تسويق الحيوانات وهناك مشاكل في التصاريح وهناك مشاكل في نقل الحيوانات من جنوب البلاد إلى شمالها. طبعا مرت عليهم عام 2019 عام اللي كان فيه عدة أمراض وكان فيه خسار بملايين الشواغل ولم يعوض المزارعين البدو، وأكملت عليهم سنة الكورونا والتسويق المحلي تقريبا كان شبه معدوم، بنلاحظ أن فترة الأعراس توقفت قبل عيد الأضحى، وبعد عيد الأضحى أيضا الأعراس التي ستتم ستكون أعراس حسب التقييدات، أعراس صغيرة، ربما الأعراس التي كانت تستهلك 50 و70 رأس غنم تستهلك ربما 10 أو 8 رؤوس من الغنم. ومزارع اللي ما بيقدر يبيع لشمال البلاد طبعا هو راح يبيع في المنطقة المحلية. لاحظنا أن حتى في سوق في عيد الأضحى لم يكن هناك الارتفاع
الملحوظ عادة الذي يحدث قبل عيد الأضحى وصل الأغلب 32 شكل للكيلو اللحم للخرفان اللي توزن 55 60 كيلو ومن فوق 60 كيلو وصلا 30 وحتى أقل من 30 وفي كثير من المزارعين ظلت الخرفان عندهم وبعد العيد طبعا عادة بينزل السعر وبما بينزل السعر أقل من فترة العيد ولكن كل ما نوط بفترة الأفراح فترة الأعراس هي شبه متوقفة وبظن أنه راح يصير انخفاض على سعر الخرفان بما يقارب 20-30% من السعر الموجود اليوم وهذا السعر طبعا بيأثر على مدخولات المزارعين وعاد عن هذا المشكلة في مشكلة ثانية اللي هي انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء هي لحوم غالية يعني اليوم إذا بتاخذ كيلو لحم من دكان للحوم تعادل ما يقارب 70-80-65 شيكل واليوم الناس في الوضع الاقتصادي المرهون بعد فترة الكورونا ما عندهم إمكانية يشتروا لحم بهذا السعر.